ستجد هذا الاتساق مرتبط بالمدرسه الام اللي هي مدرسه الاخوان، اللعب على كل الاطراف، اللعب على كل الحبال، لذلك طبيعي ان قطر تبقى بتلعب مع حاضنتها الاقرب دور الشقيقه المطيعه، وفي نفس الوقت تبقى بتتآمر على محيطها الاقرب. الطبيعي انها تقول انها مع حركات التحرر وضد امريكا، ويبقى عندها قاعده امريكيه موجوده بشكل واضح. الطبيعي انها بتقول بتدعم حماس، وفي نفس الوقت يبقى عندها مكتب تجاري بالمخالفه لكل مجموعه دول الخليج مع اسرائيل، ومكتب زي ما تفضلت داخل القدس لقناه الجزيره، وربما اعتادت يعني العين العربيه على انها تشوف ضيوف اسرائيليين على قناه الجزيرة. مش على اي قناه عربيه اخرى، يعني بالمخالفه للاتفاق العربي المعروف، عدم استضافه اي ضيوف بمنع التطبيق بكافه الاشكال كده. ومع ذلك ده كان بيمر بشكل، فستجد دائما كل هذه المتناقضات التي هي بنت تناقضات الجماعه الام الاخوان المسلمين.